ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد هنتكلم عن النيش، وان كان النيش عملي ولا لأ، ونجيبه في جهازنا ولا لأ، وهل بناخد حاجة منه وبنستعملها ولا لأ. كل ده هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله. بس اللي اول مرة يشوف الفيديو او يشوف القناة ياريت يشترك ويفعل الجرس عشان الفيديوهات توصلك اول باول وكله يستفيد. ويا ريت اللايك بقى ما تنسونيش حبايب قلبي. هنبدأ ان شاء الله. انا هنزل الحاجات اللي في النيش دي كلها وهغسلها وهمسحها. بصوا حبايبي، النيش مش عملي نهائي. اي بنت بتفكر او بتجهز ان هي تجيب النيش في جهازها، نصيحة من اختكم بلاش، لان غير عملي نهائي. ما علينا ان احنا بنفضيه ونمسح ونحط الحاجة تاني فيه، غير ان كمان واخد مننا مساحة. المساحة دي ممكن نستخدمها او نستغلها في حاجة تانية، غير ان ممكن يا رب يسترها على اولادنا، يا رب نخلي بالنا ممكن الاولاد يفتحوه حاجة تقع تتكسر ولا حاجة، فملهوش لازمة خالص خالص. والله يا جماعة نصيحة مني، بلاش بلاش النيش غير عملي نهائي. انا بقالي 7 سنين متجوزة ما خدتش كوباية منه، تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين انا فضيته وغسلت المفارش. بص حلو قوي بقى الخشبة اللي تحت دي، دي بالنسبة للناس اللي عندها نيش ممكن ايه تعملهم، تزود الخشبة دي، دي بتمسك الازاز وتحمل عليه. انا طبعا لسه ما مسحتوش، انا يا دوبك شلت المفارش وغسلتها ولسه ما مسحتوش. بصوا انا فضيت الحاجة اهي، رصيتها في الارض ورصيتها على الترابيزة وعلى البوفيه او زي ما انتوا شايفين. اللي عنده اطفال ممكن يعمل الحاجات دي والطفل نايم، او لو الطفل مش موجود عند خالته عند مامتك تقدري تعملي النيش، او عشان الحاجة ما تتكسرش. اهو بصوا بقى طقم، الطقم ده بتاع روميو وجولييت، هو 6 فناجيل بس مش طقم كامل، يعني طقم صيني، لا هو الطقم اللي انتوا شايفينه ده، البراد واللبانة والسكرية و6 فناجيل بس. عجبني قوي، فكرني بيه بتاع زمان اللي هو روميو وجولييت، الطقم بتاع زمان الصيني. اهو زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص اهو فضيت كل حاجة في النيش خالص ورصيتها بالراحة. واحنا وبنستخدم الكاسات دي نمسحها كويس. انا في اول نشرت المفارش، كنت بقول لكم بقى احنا بقى لما نيجي نمسحها نخلي بالنا نمسكها بالراحة، نخلي بالنا عشان ما فيش حاجة تتكسر تعورنا، ربنا يسترها ان شاء الله. اهو خلاص كده انا مسحت النيش كله من بره ومن جوه، والدرف كله، الدرف الازاز بتاعته طبعا. اهو بصوا فرشته. المفرش ما بتاخدش وقت على الحبل، يعني مجرد ان انت تمسحي النيش وتجيبيها بتلاقيها نشفت. اهو بصوا انا كده خلاص اهو مسحت الكاسات والحاجه اللي معايا بحته قماشه ناشفه مش مبلوله. بصوا الكوبايه رجعت بتلمع زي الاول. انا لما باجي امسح النيش الحاجه اللي فيه بمسحها بفوطه ناشفه مش مبلوله، بتخلي الازاز يلمع وحلو. وكده كده احنا ما بنستخدمش حاجه منه اساسا يعني، فملهوش لازمه، فلوس مركونه على الفاضي. لكن احنا ممكن نستغل الفلوس دي في حاجات تانية، نستغلها مثلا في غساله اطباق. مش كتير مننا بنجيبها، يعني في عرايس كتير ما بيخشوش بغساله الاطباق، نستغلها في حاجات زي كده. نستغلها ممكن نجيب تكييف، نجيب حاجات اللي هي في البيت عمليه اكتر، لكن النيش ملهوش لازمه اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا دي الارضيه بتاعت النيش، عشان هي مش ازاز فانا حملت عليها شويه، حطيت حاجات كتير شويه اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده انا خلاص فرشته كله ومسحت الحاجه اللي فيه كلها. اكرر تاني للبنات، البنات اللي بتجهز وعايزه تجيب نيش بلاش، مش عملي وبياخد مكان. ممكن الفلوس دي نستغلها في اي حاجه تانية في الشقه عندنا نجيبها، لكن النيش مش عملي نهائي. حاجات مركونه ما بنستخدمش منها اي حاجه، بننظف ونرص تاني، نطلع وننظف ونرص تاني، فمش عملي.
النهاردة طقم 110. اهو لو حد عايز يسأل على اي حاجة تخص النيش او المطبخ في الرص، انا تحت امركم. انا بحب ارص النيش والمطبخ، فاللي عايز يسأل على اي حاجة في الرص انا تحت امركم. في التعليقات قولوا لي على اي سؤال عايزين تسألوه بالنسبة للنيش او للمطبخ، وانا هجاوبكم عليه بامر الله. اهو خلاص كده، بص انا رصيت كده. انا بعيد طبعا كذا مرة التصوير بتاع النيش عشان اللي عايزة تشوف الرصة وتعمل زيها. اوكي يعني تمام قوي. خلاص كده انا خلصت اهو، بصوا بصوره لكم كله زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده وانا عملت البوفيه برضو ومسحته ورصيت الحاجة اللي فيه ورصيت وحطيتها تاني. البوفيه عملي جدا عن النيش. انت ممكن تحطي حاجتك في المطبخ والحاجة اللي تتبقى تحطيها في النيش، والحمد لله على كده. في البوفيه قصدي، سوري، في البوفيه. لكن النيش ملوش لازمة، يعني الحاجة اللي تتبقى منك من جهازك حطيها في البوفيه، وحلوة قوي يعني، عملي جدا البوفيه. هي اه الحاجة بتتركن برضك فيه، بس احنا ممكن نطلع حاجة نستخدمها ولا حاجة، لكن النيش مش عملي نهائي يا جماعة. فبلاش نصيحة، بلاش 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 النيش اهو كده. خلاص يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ونصيحة للبنات، بلاش النيش. انا قررت كتير قوي بلاش النيش، لان انا بجد مجربة بياخد مكان، وبتبقى مش عارفة بقى لو عايزة تنقليه طب احطه هنا طب احطه هنا، وبتبقي شايلة همه. لكن البوفيه تمام قوي مع السفرة زي الفل. وانا نصحتكم من وجه الله عن تجربة، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وافكار جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.